الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. السلام عليكم ليكيب، حابين نشوفوا قطعة من الحضارة في الجزائر. ها قدامكم القلعة برج زمورة ولا برج بوعريرج. هذه القلعة اللي قدامكم في عمرها 7 قرون. نعم 7 قرون. حابين تعرفوا واش كاين فيها الداخل؟ دوك ندخلوا وتشوفوا. هذه البلاصه كما راكم تشوفوا الجماعه مكان اجتماع كبار الدشره. هذه هنايا كانوا يجتمعوا سابقا اهل الدشره هذه كي كانوا يسكنوها، ومازال حاليا بعض السكان فيها يجتمعوا هنا باش يتحاوروا على امور القريه، امور المسجد، امور الزاويه القرانيه اللي راه هنايا، وعده امور تهم القريه. القريه هذه عندها نظام وحدها، شغل هي تسير دوله داخل القريه. ممنوع الدخول بلباس غير محتشم، ممنوع كلام البادئ، ممنوع ثاني هنايا تدخل في اختلاط وهذيك الصوالح راكم تعرفوا بلا ما نقول لكم. وكما راكم تشوفوا هنايا وجود ارتداء الخمار واللباس المحتشم قبل الصعود الى ساحات المسجد. هذه فيما يخص المسجد، ما تقدرش تطلع لها بدون خمار وبدون لباس محتشم للنساء ولا للرجال كيكوسوا. ومنها كاين العين، العين هذه راهي تحتها لاسورس، بلاصه بزاف شباب دوك نهبطوا تشوفوها. هذيك العين تاع القريه، عين ما شاء الله باردة، الماء تاعها حلو هايل، ما بزاف شباب ما شاء الله. هامليك تبنات في 1953، اللي بنوها السيد الحاج رزقي جافري من سكان دانية علا
المعين على العمل بوزيدي سي صديق بن رابح من سكان قليعة والمكلف بحفظ العمل بطاهر زيتونه، وتم ترميمها في سنة 2017 من طرف شباب القرية. هذه البلاصة اللي رانا فيها تابعة لبرج زمورة ولاية برج بوعريريت. سابقا هذه المنطقة كيما راهم يحكوا ولادها دائما ندوا الهضرة مع ولاد البلاصة اللي يعرفوا خير منها، هذا كان باراج، كان سد صغير ماشي سد كبير، يستعملوه الفلاحة، يستعملوه ثاني يشربوا به المواشي تاعهم. وبفعل عوامل الزمن وبعد ما ولاش شغل ما ولاش ليه صيانة، ما ولاش ينقيوه، دوكا تراب تعمر كامل بالتراب كيما راكم تشوفوا، ونوض فيه الحشيش هذايا. مي اليبو كان يرفد بزاف، قال لي كان يلحق حتى الشجر هذوما، كان يطلع مليح الماء. دوكا راكم تشوفوا الله غالب شغل ما ولاش يستعملوه، بقى فيه بعض الميسين هكذايا يروح مع الواد. كاين عند بعض الشلالات اللي تحت دوك نزوروهم تشوفوهم. كبيرة راهي في هذه الضربة الكبيرة، هذا الشلال ولا هذا البركة، هذه غرقة حتى في مترات تما تشبك الابيه ما تقيش ما والو. شوفوا ما شاء الله شحال شابة، شوف ما شاء الله. هاي القعدة تاعنا بعد ما طيبنا واحد الساعة حنطيبو قائد الجو الشيخ رياض بارك الله فيه. حاجة خفيفة هو حكيم دار لنا تشكتوكة. واش ايمن خالد يا سي مليحة المعيشة تفرز 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 تفرز